منذ أقل من شهر خرج قطار محمل بالمواد الكيماوية عن مساره في مدينة شرق فلسطين بولاية أوهايو الأمريكية مثيرا ذعر الأهالي. بعد ذلك بأسبوعين تكرر الحادث في نفس الولاية، واليوم ثالث قطار محمل بالنفط يخرج عن مساره في ولاية فيرجينيا الغربية وللأسباب نفسها. فقالت شركة السكك الحديدية الأمريكية بأن قطار شحن خرج عن مساره بعد أن اصطدم بانهيار صخري في ساندستون بولاية فيرجينيا الغربية، مما تسبب في إصابة 3 من أفراد الطاقم وتسرب الوقود إلى نهر قريب من المنطقة. انتشرت مشاهد القطار المنكوب الجديد والدخان الذي خلفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تقول الشركة بأن المعلومات الأولية أشارت إلى أن قاطرات القطار الأربع والتسع عربات فارغة خرجت عن مسارها، ورغم انسكاب الوقود فإن الحادث لا يشكل أي خطر على الجمهور وأنه تم إخماد الحريق الناتج عنها. ولكن مشاهدينا، رغم كل هذه التطمينات، أدى تكرار هذه الحوادث بشكل متتال إلى إثارة الاستياء والسخرية في الشارع الأمريكي. سنقرأ لكم بعض التغريدات، بداية من تغريدة لسيد قال فيها: القطارات تستمر في الخروج عن مسارها، فما الذي يحدث؟ منذ خروج قطار أوهايو خرجت القطارات عن مسارها في فلوريدا وميشيغان وأوكلاهوما ونبراسكا، كما خرج قطار في ألاباما واصطدم قطار آخر بشاحنة في كليفلاند. أيضا مايكل كتب غاضبا وقال في هذه التغريدة: هذه المرة القطار الذي انحرف عن مساره وسرب كمية غير معروفة من وقود الديزل والنفط تسرب إلى أحد أقدم الأنهار في أمريكا الشمالية، ويعد أيضا جزء من المنتزهات والمعالم القومية. مات أخيرا كتب في تغريدته وقال: لقد سئمنا هذا العبث، خروج قطار آخر عن السكة أمر جنوني. شاهدت فيديو منذ 4 أيام يقول بأنه لن يمر وقت طويل قبل أن يخرج قطار عن مساره في ويست فيرجينيا، وها نحن ذا. متى يكون الأمر كافي لفعل شيء؟ ومن يشعر بالأمان مع هذا الرعب؟ لنعرف أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس. بالبداية، في أقل من شهر يعني يخرج قطار ثالث عن مساره وينقلب في ولاية أوهايو، ما حكاية القطارات التي تخرج عن مسارها في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين أينما كانوا. دعينا في البداية نقول إن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم تعرضا لحوادث القطارات. لدينا في الولايات المتحدة خلال السنوات منذ عام 90 وحتى عام 23 وآخر حادثتين ما يزيد عن 55,000 حادثة قطار، بمعدل أكثر من 5 حوادث قطارات في اليوم الواحد. هذه الحوادث تكون مختلفة في قوتها وفي مكان حدوثها. معظم هذه الحوادث تحدث فيما يسمى بالترين باك ياردز، أو الأماكن التي يحتفظ بها فيها بالقطارات وعربات القطارات والمقطورات، وتكون عادة ما يسمى بالديريلينج أو الخروج عن خط مسار السكك الحديدية. قد تسبب في بعض الأحيان تلفيات مادية بسيطة إلى أن تصل إلى تلفيات مادية كبيرة، وطبعا فقد في الأرواح والممتلكات بشكل كبير جدا كما حدث في الشهور الماضية. ولدينا أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية سنويا يتم للأسف الشديد يكون هناك حالات وفاة مرتبطة بحوادث القطارات تكون في حدود 250 ل 300 إنسان.
بالمناسبة هذا الرقم قل كثيرا عن المعدلات التي كانت تسير عليها الولايات المتحدة قبل ذلك والتي بدأ إحصاؤها منذ عام 80 وحتى الآن. هذه الحوادث في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت تعد ب 600 ل 700 حالة وفاة كل عام، وبسبب طبعا حوادث القطارات المختلفة، إلى أن تدرجت هبوطا إلى أن تصل ل 200 ل 300 حالة وفاة في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية. يعني هناك تحسن في أداء السكك الحديدية، لكن هذا لا يعني أنها تحسنت بنسبة 100%. والسبب دائما في ما يحدث كان خلال السنوات الماضية هو الأخطاء المتعلقة، الأخطاء التقنية. اليوم في هذا العام تحديدا والعام الفائت كان هناك زيادة في حالات الأخطاء البشرية التي أدت. يعني لا شك أستاذ إيهاب بأن هذه القطارات معرضة دائما لهكذا حوادث، ولكن يعني هذه القطارات تحديدا تحتوي على مواد خطرة، يعني ألا يجب أن يكون هناك حذر أكثر؟ الحذر بالمناسبة موجود، وإجراءات الأمن والسلامة هنا في الولايات المتحدة قوية جدا، ولا يتحرك أي قطار من نقطة ألف إلى نقطة ب إلا إذا كان يعني معدا ومؤمنا طبقا لما يسمى بالريجوليشنز أو بالمعطيات الأمنية المطلوبة للتعامل مع المنقولات التي يحتويها هذا القطار، خاصة أن هذه القطارات تكون عرباتها كثيرة جدا. يعني القطارات النقل عادة في أمريكا، عربات القطار تزيد عن 200 عربة. يعني إذا وقفت حضرتك في نقطة تقاطع لمرور أحد القطارات، من الممكن أن تنتظر لمدة نصف ساعة حتى يمر القطار بأكمله، وعادة يكون مؤمنا بشكل كبير جدا. لكن لوحظ من خلال الإحصاءات أن عادة المشكلات المتعلقة بحوادث القطارات تحدث في هذه التقاطعات، والسبب في ذلك هو سوء الخدمة المقدمة في لأرضية السكك الحديدية عند تقاطعات القطارات والسيارات ومرور الشاحنات إلى آخره، وهذا ما يؤدي بمرور الوقت إلى احتمالية زيادة مثل هذه الحوادث. لكن في المجمل هناك مطالبات من بيت بوديجيج وزير النقل الأمريكي بتحسين أداء الأمن والسلامة من قبل الشركات الخاصة وزيادة الرقابة عليها من الكونغرس الأمريكي حتى تكون بمواصفات أعلى مما هي عليه الآن. نعم، طيب بالنسبة لتأثير التسرب النفطي على البيئة، يعني ما مدى هذا التأثير وما هي الأضرار السلبية التي ممكن أن تنتج عنه؟ طبعا تكون أضرار سلبية كثيرة جدا، أولها يعني طبقا لحماة البيئة ومتتبعي هذا الأمر، اختفاء من الممكن بعض الكائنات من هذا المكان، وبسبب طبعا هذه التسربات التي من الممكن أن تقضي على أنواع كبيرة من الكائنات الحشرية والدقيقة والتي تعيش في هذه الأماكن، بالإضافة إلى أنها تدمر البيئة لمدة طويلة، والأثار الكيماوية طبعا والأثار المتعلقة والمرتبطة بمواد المحروقات يكون لها تأثير سلبي كبير جدا على الكثير من الأمور، خاصة عندما يكون المتعرض لمثل هذه الحادثة نهر. هذا النهر الذي من الممكن أن يكون يعني مكانا يعيش عليه الناس لاستخدامات المياه المختلفة في حياتهم، سواء للشرب أو للزراعة أو لأي استخدامات أخرى، وبالتالي تكون هناك طبعا تحذيرات من الولايات والمدن التي تقع فيها مثل هذه الأنهار بضرورة عدم استخدام المياه التي تأتي من هذه الأنهار، وربما محاولة استخدام مياه من أماكن جوفية أو مياه بديلة، ويمثل هذا عبئا كبيرا على المواطنين وعلى الولاية والمدن والمقاطعات طبعا. نعم، طيب قبل أن نختم أستاذ إيهاب، كيف تقيم مسألة سلامة البنية التحتية للنقل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ تعد كبيرة جدا، لا أستطيع أن أقارنها بأوروبا مثلا، ولأن أوروبا في هذا المجال متطورة جدا عن الولايات المتحدة، والسبب في ذلك أن نحن هنا في الولايات المتحدة لا نهتم كثيرا بالتنقل عبر القطارات. هو صحيح قطاع كبير وينقل ملايين كل عام، لكن الاهتمام أكثر بالسيارات الفردية، ليس مثل أوروبا النقل الجماعي يشكل هو الاهتمام الأكبر، لكن هناك محاولات للاهتمام بهذا القطاع كبيرة جدا، خاصة في الميزانية المعتمدة بتريليونات الدولارات منذ أشهر من الكونغرس الأمريكي، التي من المنتظر أن تعكس يعني تطور كبير في قطاعات النقل العام في الولايات المتحدة، ومن بينها طبعا قطاع السكك الحديدية بشكل كبير. نعم، شكرا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس. تحياتي.